السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وكل متابعين قناة مسلم في كل مكان. أنا محمد سليم وأنت بتتفرج على برنامج لاب تيو. من فضلك اشترك في القناة ودوس على زر الجرس علشان يوصلك إشعار بأي فيديو جديد ينزل، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو عندك علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. يلا بينا ومكملين مع بعض في هرمونات الغدة الدرقية. عايزك تعرف ان هرمونات الغدة الدرقية T3 والT4 بيدوبوا في الدهون، بيحبوا الدهون، لايبوفيليك ما شاء الله عليهم، اذا يقدروا يخترقوا جدار الخلية الممبرين ويتعاملوا مع النيوكليير ريسبتورز، مستقبلات اللي على النواة، ويدولها اوامر. ولذلك بنقول ان تأثير هرمونات الغدة الدرقية جينوميك. احنا عارفين ان النواة دي هي اللي فيها الاكواد بتاعة مصنع الانزيمات، فتبدأ بقى هرمونات الغدة الدرقية تدي اشارات للنواة ان انت افرزي وانتجي مئات الانزيمات الخاصة بعملية الميتابوليزم، عملية التمثيل الغذائي. يبقى احفظها كده، هرمونات غدة درقية T3 T4 يعني ميتابوليزم، وده بياخد من ساعات ليوم. ندخل بقى على موضوع حلقة النهاردة وهو وظيفة هرمونات الغدة الدرقية. بص، الغدة الدرقية هرموناتها لها وظيفتين. الوظيفة الأولى إن هي بتزود الميتابوليزم، بتزود التمثيل الغذائي، يعني كالوروجينيك، بتعلي السعرات الحرارية، بتسخن. افتكرها دايما بس. تاني وظيفة بقى وهي النمو، اذا في الاطفال، ودايما تفتكرها بيه. كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل. يلا نبدأ بالاكشن والوظيفة الاولى وهي الميتابوليزم. بتعمل ايه بقى في الميتابوليزم؟ بتزود انتاج الحرارة، يعني كالوروجينيك، بتعلي السعرات الحرارية عن طريق ان هي بتزود استهلاك الاكسجين. الاكشن بتاع T3 والT4 ده على كل الخلايا ما عدا 6 اماكن. رقم 1 الادلت برين، T3 والT4 ما يقدروش يطلعوا لمخ الانسان البالغ. ليه بقى؟ لان T3 والT4 مش هيقدروا يعدوا البلاد برين بارير. طيب ليه يعني في الكبار؟ طيب والصغيرين؟ لا، الصغيرين بيقدر يعدي، لان البلاد برين بارير في الصغيرين بيتاخر تكوينه شويه، سنتين، علشان T3 والT4 احنا لسه قايلين من شويه علشان النمو. المكان الثاني اللي T3 والT4 ما بيروحوهوش هو الطحال، المكان الثالث وهو الليمفويد تيشو، المكان الرابع وهو اليوترس الرحم، المكان الخامس بقى الجونادز بقى المناسل زي التستيكلز الخصيتين والاوفرز المبايض، المكان السادس وهو البتويتري جلاند الغدة النخامية. وبالعكس كمان على فكرة، ده T3 والT4 لما يزيدوا هيخلي الغدة النخامية تقلل من استهلاك الاكسجين، وبالتالي تقلل من انتاج TSH. تعال بقى اقول لك الميكانيزم بالظبط بقى، الآلية اللي T3 والT4 بيخلوا الخلية تستهلك اكسجين وتبقى كالوروجينيك وتسخن نفسها. بص يا باشا، انا عندي في الخليه ميتوكوندريا، الميتوكوندريا دي اللي بيسموها باور جينيريتنج يونت، وحده انتاج الطاقه. T3 والT4 بيزودوا العدد بتاع الميتوكوندريا وبيزودوا الحجم بتاع الميتوكوندريا، يعني كما وكيفا. طيب وليه بيشتغلوا على الميتوكوندريا بالظبط؟ لان الميتوكوندريا دوت اللي فيهم الريسبيراتوري انزيمز، اللي هم الاكسيديتيف انزيمز اللي بيعملوا اكسده ويطلعوا حراره. يبقى ده اول اكشن ليها اللي هو الميتابوليزم، بتطلع حراره. تعال ناخد بقى شويه تاثيرات ثانويه، شويه بتاثر على الاربعه المشهورين بتوعنا اللي هو الكربوهيدرات والبروتين والفات والفيتامين. تعال نشوف هي بتاثر على الكربوهيدرات ازاي. T3 والT4 بيزودوا الانتستينال ابزوربشن للكربوهيدرات، وبيزودوا الجلايكوجينوليسيس، وبيزودوا الجلوكونيوجينيسيس. اما تاثيرهم على الفات الدهون، فهما بيزودوا عدد ال LDL ريسبتورز في الكبد، فالكبد ياخد LDL كتير ويقلله في الدم، فهنلاقي ال LDL قليل في الدم، وعلشان كده اللي عندهم هايبرثايرويديزم هنلاقي عندهم ال LDL قليل، واللي عندهم هايبوثايرويديزم هنلاقي عندهم ال LDL عالي. وما تنساش ان الاهم انها بتعمل لايبوليسيز، فبتكسر الدهون اللي تحت الجلد. خد بالك في الاحوال الطبيعيه، في الامور العاديه T3 والT4 بيكتفوا بحرق الكربوهيدرات والفات، اما اللي عندهم بقى هايبرثايرويديزم بيدخل على البروتينز كمان، ويبقى كاتابوليك للبروتينز، فبيحرقوا بقى البروتينات اللي بتاعت الايه، بتاعت المسلز، وحتى هنا بنسميها ثايروتوكسيك مايوباسي،
العضلات مجهدة جدا جدا. لو ايه كمان ده ممكن يحرق قلبك. ايوه يحرقه، بيحرق البروتينات بتاعت القلب وممكن يوصلك لا قدر الله لهارت فيلير. واخيرا تأثير التي 3 والتي 4 على الفيتامينز ان هم بيزودوهم. تعال بقى اقول لك تأثير التي 3 والتي 4 على الاجهزة بتاعت الجسم، مثلا الكارديوفاسكولار جهاز القلب والأوعية الدموية، وتأثيره على الريسبيرتوري جهاز التنفسي، وتأثيره على السي ان اس اللي هو الجهاز العصبي، وتأثيره على الجي اي تي الجهاز الهضمي. نبدأ بتأثير التي 3 والتي 4 على الكارديوفاسكولار اللي هو القلب والأوعية الدموية. بص هو بيزود كل حاجة هنا بقى. تي 3 والتي 4 يعني ثيرموجينيسيس بقى، بتسخن الدنيا بقى. العبقري بقى اللي هيعرف ليه تي 3 والتي 4 بيشتغلوا على القلب قوي ويزودوا كل حاجه فيه قوي. ليه؟ لانهم بيزودوا السنسيتيفيتي، حساسيه القلب للكاتيكولامينز زي الادرينالين والنور ادرينالين. وقلنا ليه في الحلقه اللي فاتت؟ لانهم اولاد عم، فهنلاقي بقى الدنيا تمشي بقى والهارت ريت معدل ضربات القلب يزيد، وهيزودوا السيستوليك بلاد بريشر يعني ضغط الدم هيزيد، وهيعملوا فيزو دايليشن هيوسعوا الاوعيه الدمويه. تمام، بس خد بالك المين ارتيريال بلاد بريشر مش هيتغير، ثابت نو تشينج. ليه؟ لان الفيزو دايليشن بتقلل الدايستوليك. نيجي لتاثير تي 3 والتي 4 على الجهاز العصبي. دايما هتلاقي الشخص ده عصبي وهتلاقيه دايما منتبه وعنده ارق باستمرار. اما تاثيره على الجهاز التنفسي فهو بيعلي برضه، قلت لك بيزود كل حاجه، بيعلي معدل التنفس وبيعلي الدبس كمان. اخر جهاز هو الجي اي تي الجهاز الهضمي، فهو بيزودوا الموتيليتي بتاعه الامعاء. خلصنا بقى الوظيفه الاهم وهي الميتابوليزم، ندخل على الوظيفه الثانيه وهي الديفلوبمنت النمو، وده يا اما مينيتال عقلي او فيزيكال بدني او سكشوال يعني جنسي. العقلي اتفقنا ان هو في الجنين وخاصه اول سنتين، اما البدني مهمين اكتر للعظم اكتر من السوفت تيشو. انا كده خلصت حلقه النهارده. الحلقه اللي جايه مهمه جدا عن التي اس اتش والتي 3 والتي 4 بقى والعلاقه بينهم وبين بعض. انزل بص على المصادر، لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.